كيس بلاستيك وبدهنه زيت من الوشين عشان انزل عليه الخلطه بتاعتي. والحشو اللي انا عملته وخليت البصله تكون نيه عشان استمتع، ملح وفلفل وبهار، وعندك سوداني او سنيبر زي ما انت عايز. عندي هنا كوبايه من اللحمه الحمراء مفرومه، احطها في الكبه بتاعتي عشان اعمل خليط بتاع الكبه. كوبايه من البرغل نقعته وصفيته، خد بالك قد اللحمه. حاضر. وبعد كده بصلايه مبشوره ناعمه، واتبلها شويه ملح، شويه فلفل، شويه بهار، شويه قرفه. واسمغها بايه يا عم حسني؟ اسمغها بسنه ميه، اكون جاهز لها ميه ساقعه، احط لها سنه معلقه ميه ساقعه تسمغ يا حسني، ميه ساقعه. يا جمالك. واجيب الجناب بتاعتها عشان تسمغ كويس كل حاجه مع بعض. بعديت معلقه الميه المتلجه تكون دايب فيها تلج، واسمغها صح. محتاجه معلقه كمان، اديها معلقه ميه ساقعه هي يا حسني عشان تنعم معايا. ميه ساقعه معلقه معلقتين فيها تلج اهو، ونعامي خالص، نعامي نعامي عشان هنقسم العجينه دي على اتنين، هنعمل القعده واحده ومن فوق واحده وبينهم الحشو اللي احنا عاملينه ده يكون بارد. سمغت اهي يا تفاصيلك كلها مع بعض يا استاذ زياد. يا عم زياد. ايوه يا حبيبي. ممكن بس طريقه عمل السمبوسه باللحمه؟ طريقة عمل ايه يا زياد؟ السمبوسة باللحمة. السمبوسة اللحمة، حاضر. حاجة تانية يا حبيبي؟ لا شكرا. تحت أمرك. وعيني على الفراخ، وما تنسيش إن فيها زبدة وفيها كمان جبنة موتزاريلا أو جبنة رومي أو جبنة شيدر. خد بالك من التريكات أهو. يا أستاذة ياسمين. ألو، السلام عليكم. صباح بركات يا حبيبتي. إزيك يا شيخ حسن؟ الحمد لله. أنا بحبك أوي أوي والله. ده شرف لي يا أستاذة ياسمين، إن شاء الله تكوني مستفيدة، تكوني مستفيدة من برنامجنا يا حبيبتي. ان شاء الله. انا بحبك قوي قوي وبحب اسمعك قوي على فكره. ده شرف ليا يا ياسمين، ربنا يخليك يا حبيبتي. وانا عايزه اسالك على المكرونه بشاميل، وعايزه اعمل هدايا لاختي. تحت امرك، قولي اللي انت عايزاه واقول لك المكرونه بشاميل. حاضر. اختي ديت انا عايزه اهدي لها هدايا، هي امي وهي اغلى حاجه عندي. ربنا يخليكم لبعض. اسمها ايه هي؟ اسمها ايه، ام مصطفى. يا استاذه ايه، ام مصطفى احلى تحيه من اختك ومن بنتك، بتقول لك انت اغلى حاجه عندها، وربنا يخليكي ليها ويخليها ليكي وتفرحي بيها ان شاء الله يا ام مصطفى. ربنا يخليكم لبعض. حطيت معلقه سمنه، معلقه زيت، معلقه زبده عشان المع بيها القعده، والمع بيها كمان وش الايه الكبه.